السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مدى ابراهيم من جروب مختصون في التبادل المنزلي. في بعض الموديلات الحديثة اللي هي بتديلي علامة اس ار، زي جاك، فزع جاك، زي فزع الزانوسي، زي الفريش، زي الوايت ويل. الأشياء هذه بتديلي علامة اس ار، وعلامة اس ار دي معناها ضعف تمرين. ضعف التبادل ناتج عن عدة عوامل يا شباب، اللي هو دايما بصفة عامة أي حد يقول لك ايه التلاجة عاملة تلج، المفروض عامل تلج. طيب بنكشف احنا على السخانات، بنكشف على السيرمو فيوز، وساعات بيكون حساسات بايظه، وساعات بيكون عاد في الكارته، وده ورد كله. لكن هناك في عطل خبيث ممكن بعض الفنيين ما بيخليش بالهم منه، اللي ممكن ساعات الزبون بيحط منتجات لسه سخنه والفوزة مش قادر يحقق الدرجة بتاعته، فبيدي له علامة اس ار. لو فضل أكتر من نص ساعة شغال ومحققش الدرجة بتاعته بيدي له علامة اس ار، وده من ضمن العطل. وفي عطل تاني اللي هو ممكن يكون الراليه بيسيكل، أو ممكن يكون الكهرباء ضعيفة شوية فالكمبروسر نفسه بيسيكل وبيفصل، يشتغل حوالي على نص ساعة ويقوم فاصل له الكلام ده. فنخلي بالنا يا جماعة اللي العطل ده عطل خبيث وعطله متواجد، اللي هو راليه أو اوفرلود او كهرباء ضعيفه شويه، لان في بعض الفنانين بتروح وبتقيس وبتكشف وبتلاقي السيرمو فيوز سليم، السخان سليم، كل شيء سليم، والتلاجه شغاله، ويقول لك تبريد ضعيف، وكل شويه على اس ار اس ار. فخلوا بالكم يا جماعه، انا حبيت انوه على الكلام ده، وحبيت اقوله فيديو ازيد اللي انا عندي رانيه او اوفرلود ممكن يسيكل وممكن يضيق نفس العطل. ده وارد جدا مليون في الميه، وده عطل بقول لكم عليه وان شاء الله خير. خلي بالكم يا جماعه، اللي بيخش يكشف على اي حاجه لازم يكشف عليها كويس. وطبعا اقول لكم على حاجه ثانيه، ان علامه ضعف التبريد بتدل اللي ممكن يكون الكباس مفوت، ممكن يكون في تعريض في الشحنه، ممكن يكون في سدد، او ممكن يكون المروحه واقفه، او ممكن يكون السخانات واقفه. فالاشياء دي كلها موجوده، بس حابب انوه على حته معينه، اللي هو ساعات يكون الكهرباء ضعيفه فالكمبوسر بيسيكل، او عليهم الاوفر لود بايظ فالكمبوسر بيسيكل، فيدي لي برادك علامه اس ار. خلي بالكم من الموضوع ده، والف شكر لكم. وكان معاكم مدى ابراهيم من جروب مختصون في التبريد المنزلي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.